إيقاعات إفريقية امتزجت بموسيقى قادمة من أربع قارات عزفها أكثر من 300 عازف. الآلاف من عشاق هذا الفن استمتعوا بالموسيقى الإفريقية بإيقاعات مختلفة، زادها شغف تفاعل الفنانين فيما بينهم ليعزفوا موسيقى تحمل الحضور إلى عوالم من الصفا. إنه لشرف وفخر أن يلتقي هذان النوعان من الموسيقى، لأنهما يعتمدان على أساس واحد وهو العبودية، كما أنهما مؤسستان تقليديتان تعتمدان على الغناء والرقص والإيقاع. هناك نقاط التقاء عدة، وبما أننا متحمسون ونستمع لبعضنا البعض فإن النتيجة تكون طبيعية. تنظيم مهرجان سنوي لموسيقى غناوة كان له فضل تأطير هذه الموسيقى وإعادة إحيائها بما يناسب جمال وعمق إيقاعاتها، لكن طموح منظميه لم يقف عند هذا الحد، إذ طالبوا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو اعتبار هذه الموسيقى إرثاً حضارياً غير مادي. يقبل الموسيقيون المغاربة على هذا المهرجان لأنه يضعهم على خشبة مسرح واحد مع فنانين عالميين مشاهير. هنا هو تاهم الحمد لله تاهم راهم ساهمين في هذه المناسبة هذو، والحمد لله هذا هو شرف كبير فاش نكونوا تلقاو مع موسيقيين كبار عالميين وداك الشيء، والحمد لله تلقاو واحد الانسجام معاهم مزيان. وحتى يكتمل الطابع الثقافي للمهرجان تقام ندوات ثقافية لا تخلو من إيقاعات يتم خلالها الحديث عن رهانات الحاضر ومستقبل ومكاسب الفرد والمجتمعات في ظل الصراعات والحروب. نعيش اليوم فترة رجوع إلى الوراء وتأخر وخوف، لكننا هنا في المغرب نعيش على ما تركه لنا أجدادنا، وهذا ما يلهمنا. نحن ملزمون أن نتشبث بالتنوع وبالانفتاح على الآخر وبالحداثة الاجتماعية في الوقت الذي أدار باقي العالم ظهره لكل هذه القيم. إلى جانب الطابع الثقافي للمهرجان ومساهمته في التعريف بموسيقى غناوة، تشهد مدينة الصويرة رواجاً سياحياً وتجارياً مع الإقبال المتزايد على دورات هذا المهرجان، حيث تخطى زواره 500,000 زائر خلال 4 أيام فقط.